اداء متوسط وكتر خيرهم هم بيلعبوا كده يعني، على اساس ان في بعض لعيبه كبيره ما بتلعبش. كانش في حماس شويه يعني، يعني روح المنتخب المصري بتاعت زمان مش شايفينها خالص، بتاعت ايام جيل ابو تريكه وحسن شحاته والناس دي ما بقيناش لاقيينها خالص في الجيل ده خالص يعني. فهم عملوا اللي عليهم وما قدرتهم كده ويشكروا، بس يعني محتاجين شغل عالي يعني. بالنسبه للماتش الاداء كان متوسط، بالنسبه للمدربين احنا عندنا مدربين محليين بنتجاهل الناس دي. ماله كان حسن شحاته؟ ماله حسام حسن؟ الناس دي وطنيين. بدايه الماتش امبارح كان يعتبر في البدايه كويسه وكان في ضغط، بس معلش انا شفت العونه في الاخر، في اخر المنتخب مصطفى فتحي يضيع كوره ما تضيعش، محمد شريف، نص الملعب عندنا الصراحه فاضي برضه، الواحد بيعيب على كيروش او الاختيار في المنتخبات. هو ادى اداء كويس وتمام، وهو ادى روح كويسه من اول البطوله، وهم كلهم رجاله، ومحمد الشناوي واكرم توفيق كانوا رجاله تمام في الماتش امبارح، وهم كان قدامهم فرصه يجيبوا جون ويكسبوا، بس هم ما عملوش كده. هو المنتخب فيه تطور وما بقاش فيه، اهم حاجه بالنسبه لي يعني انا ما بقاش فيه اعتماد على النجوم يعني، ما بقاش فيه حد هينزل غصب عن المدرب، رغم اللي بيقولوا كله على كروش وكده، بس هو احسن حاجه ما فيه يعني ان هو بيعمل منتخب جديد. احنا بقى لنا من ساعة الجيل اللي خد 3 بطولات واحنا ما عندناش جيل بيلعب كوره بصراحه. والله احنا كنا احسن بكتير، واحنا كنا نستاهل ان احنا نكسب، بس كان في بعض التغييرات في الماتش وكان الحظ مش معانا برده، كان كويس، بس احنا يعني كنا نستاهل ان احنا نلعب النهائي ونستاهل ان احنا ناخد البطوله يعني الصراحه يعني. والله احنا لعبنا كويس ولكن الحظ ما حلفناش، بس هي التشكيله غلط يعني، في لعيبه كتير قوي اتظلمت جدا، كان من حقنا ناخد فرصه، ممكن كانت تقدم اداء احسن من كده، ولكن في الاول وفي الاخر الكوره حظ. الاداء طبعا ما كانش كويس، بخصوصا يعني ان احنا عملنا قبل كده ماتشات كويسه في اول البطوله. طبعا كان ماتش تحصيل حاصل، هو بيجرب لعيبه جديده لسه طريقه اللعب بدك ما استقرش عليها، كل الكلام ده قدام شويه كده الدنيا تتحسن شويه، هو مدرب كويس وفي لعيبه كويسه.